مرحبا، ويلكم باك تو ماي تشانل بفيديو جديد. عن جد سامحوني، الصبح عم بوعى يعني كأنه أكلة قتلي طول الليل، ما عم بفهم يمكن على قلة المي، مع إنه عم بشرب مي. Nevertheless، كيفكن؟ شو أخباركن؟ كيف رمضان معاكن؟ قبل ما بلش، لأنه كان في شغلة ما بدي أنساها، دايما بنسأل إنه ليه عم بلبس كتير تقيل، مع انه شو هي الحرارة مليون برا، بس الشغل حتى بالمول it's very cold، الايسي كتير قوي لدرجة يعني غير متحملة. انا بتحمل البرد بس الايسي لا، it's too much. انا هون خلصت شغل، بدي انزل على سوبر ماركت. في هون مارينا مول سوبر ماركت الويت روز، في غرض يعني شوي مختلفة عن الكارفور. بدي اوقع، معلش انا عم بعمل هيك لانه كتير ساقعه، كتير كتير، ونقصت من اضافري، كان بدي اقول شوي بس لا دراماتيك، نقصت منهم. وهلا راح اخذكم، لانه اليوم عم فكر، ولا من كام يوم صرت عم فكر، احلى شيء انه اعملكم نهاري برمضان، مش انه طبخه لحاله وهذه لحاله وهذه لحاله، الا اذا كان ميك اب وشعرك عم يعني let's ignore my hair، ignore my hair للماكسيمم. بكي الطبخه اعملها على السريع، واذا بدكم تفاصيلها probably هيك بنزلها مكتوبه على انستغرام. اغلبيه الوقت انا ما باكل لحم، يعني لحم مش كل يوم، مش كل اسبوع، مش كل شهر، على حسب تساهيل، بس definitely not every day، حتى not every week. ولما حدا لما عم بفهم الناس عم تاخذ على خطر بالقصص الغريبه، لما قلت له رديت حدا سالني اذا انت فيجيتيريان، قلت له لا طبعا لا، ناس اخذ على خطر على كلمه طبعا، ليه بتقولي طبعا لا؟ ما هي طبعا لا لانه فيديوهات بالقناه كثير اكلت لحم. لما قلت لصبية انه يعني ما هي طبعا لا عم باكل القصص دينيا، مع انه ما بحب احكي بالدين، بس عم باكل القصص المحللة، يعني ما عم بفهم ليه انه اخدين على خاطركم. قالت لي انت وحدة مثقفة، انت وحدة بدك تكوني عم تفهمي، انت بدك تكوني عم تحسي، معلش بليز، كل واحد عنده his and her own beliefs. انا ما عم بطلع اقول عم باكل صراصير بالقناه، ولا عم باكل قطط وكلاب الى اخره، هي عم باكل قصص محللها الله. فبليز بدنا مش قصه نراعي شعور الاخرين، بس بدنا نرتقي بتفكيرنا. انا وحده حره، اكل اللي بدي اياه، وطبعا ام نوت فيجيتيريان، بس هي قصه اللحم ما كثير باكلها لانه بيهلك المعده، والمعده بدها مجهود كثير كبير لتهضمه. الدجاج يعني مش كمان دائما، بس يعني بحاول اكل هدول البروتينز، باكلهم مطاعم منيحه ومطاعم منيحه، الا اذا طبعا بعملهم بايدي او عم باكلهم عند يعني بالمغرب مره كل ثلاث قرون لما بنزل. وسمك اليوم راح اكل، لا سمك ولا لحمه ولا شيء ابدا، probably راح اكل، رح أعمل لكم ال not so simple scrambled eggs لتعرفوا إنه طيبة ريحتهم، لتعرفوا إنه scrambled eggs ولا البيض المخفوق مش بينعمل إنه بنخلطه بشت يلا هيك، ما لازم يكون منشف، ما لازم يكون في عنده هيك to the point. فاليوم رح أعمل لكم scrambled eggs مع sauteed mushroom ومع بريوش. هذه الوصفة كنت تعلمتها من عند جوردن رامزي، I love it. تاخدوا شيء هو كان زيت فيها شوية غرض، بس أنا رح أعملها من غير سمك. تاخدوا شيء very simple and you elevated، يعني تاخدوه على النكست ليفل. بعرف انه ناس بتقول لي انا كنت صايمه مثل كمان صبي 20 ساعه وانا صايمه باكل بس هيك، انا هيك يعني اللحمه والقصص كتر الاكل ما بيعني لي، بدي اكل شيء يكون طيب يعني full of flavors
نكهات وميرسي على الترجمة. يعني مش انه والله حتى لبسهم 20 ساعة ضروري الأربع ساعات اللي بضلوا كلياتهم عم بستعفين ماي فيس وعم يعني كب الأساس في تمي. على جنب رح أعمل سلطة، بس اجين هيدي المرة سلطة رح تكون مختلفة مش مثل المرة اللي فاتت. كمان هيدي من السلطات اللي كتير بعشقها، ف يلا رح فرش يكون هون شوي. إذا ما لقيت الغراض هون بكي رح أروح على الكارفور وبعرف. على فكرة هيدي هي دراجون فروت اللي دايما بحكي عليها، ولا فاكهة التنين. فأخذت هدول إديبل فلاورز يعني الورد اللي بتتاكل، وأخذت الوايلد ليتس ولا البيبي ليتس هيدي هي. هون كل السيرابس اللي كنت حكيت على واحد فيهم من عند مونين تبع اللافندر، هون في الفانيلا، في النوازات يعني الهيزل نات، في الكراميل، في فروي دو باسيون ولا باشن فروت، اجن هيدي الهيزل نات، البلو لاجون، في ليمور يعني البلو بيريز سوري البلاك بيريز، في الفريز يعني الستروبيريز، في الجرنادين يعني بومي جرينيت، الفرامبواز الى اخره. ففي سيروبس موجودين بالعادي بكل السوبر ماركت. هون كل انواع الكينوا، في الحمراء، في السوداني يعني the red the black، في الوايت البيضاء، والتراي كولر يعني مخلطينهم كلياتهم ثلاث الوان وايت اند ريد. كثير بحب انا هاي سواء بالسلطة ولا حتى مثلا مع شقفة سالمون. التشيا سيدز الصبايا اللي عم تسأل، في موجود هون البلاك والوايت، البني البيضاء والسوداء، في من هيدي البراند، في مخلوطة مثلا هون بالبلو بيري، في بالكرامبيري يعني بتيجي مخلوطة شوي. حاجب لكم اياها هون بتكون يعني ولا هيك شكلها. في صبيه عم تقول لي نقيها، نقي مين؟ ما هي اوريدي منقايه يعني مزبوطه، بس بتشيلي وبتحطي، ما فيها شوائب نهائي نهائيا وابدا، ما انا محتاجه تتنقى بالمره. شوف بس حبيبات التشيا ما فيها شوائب، انا لسه ما بعرف يمكن عم تشتروها بالكيلو فبدكم تنظفوها وتنقوها يمكن، بس ديس لا ما بتحتاج ابدا. رام هلا ماشي على محطة المترو ستيشن. مثل ما قلت لكم هيدي الميلي فيها ترام، بس هيدي الميلي لان رايحه لها ونازله لتحت، يعني هيدا الدايركشن. راح اخذ يند المترو. المترو ستيشن طبعا اكبر بكتير من التراموي، يعني ضخمه، خصوصا انه تراموي يعني مطرحه محدود، مش بينزل مش لكل دبي، بس شقفه منها بالدبي مارينا تصور للسفوح، بس المترو للخط اخده من اول دبي ولا اخر دبي لتحت المطار. واحلى شيء فيه انه هلا لانه انا باخر المترو، اول المترو يعني بالاول هناك، هلا بتصور بعد ما جاي راح اروح معاكم لانه بدي انزل من هون. مطرح يلي بحبه كتير كتير، و it's a blessing. دقيقه لاوصل وبقول لكم شو هو. اولا الترين ولا المترو كل 3 دقائق بيجي، يعني بالملي بالثاني بالحرف every 3 minutes، فالواحد ما بيضل قاعد مش مثل الترام بتصور بيناته sometimes 8 دقائق. ففي الجولد ولا درجة الجولد بالاول، زيادة مش كتير على فكرة، هون كاتبين بالارض وحتى جوا
نازلينها بالبينك انه you are entering the women and children cabin، يعني هون المقصورة للنساء والأطفال فقط لا غير، حتى طريقة الدخول يعني the ins and the outs. مثلا أنا هلأ بدي أوقف بهيدي الميلي لفوت، بس اللي بيطلع بيطلع من النص، يعني كله مرتب وكله بالنظام. إذا في رجال واقف جوات ولا لقيوه جوات المقصورة فيها 100 درهم فاين، it's women and children only. بصراحة يعني الواحد حتى ما دخل لا دين ولا مش دين، كل الديانات، مش معناته انه والله بس ديننا الاسلامي اللي اوكي يعني لا ما حدا يقرب وباقي الديانات عادي، not at all. هي القصة انسانية قبل ما تكون دينية، والاحترام الجنس الاخر اللي هو النسائي. فميلي ميلي دائما وابدا بكون هناك، يعني بفوت لها لانه حتى يعني بحس براحة نفسية هون للأمانة، حتى لو إنه مخلطة بس العالم مش إنه فوق بعضها ولا بتلزق فيك، لأنه كل الناس بتحترم وبتخاف، لأنه طبعا في قانون بالبلد. بس أنا هون جيت لهيدي المنطقة ليش بالذات؟ لأنه لما رح يوقف المترو بالمنطقة محطة الجاي بكون قريبة للأسكاليتر، الله يسر، لانه هيدي فيها الطلعه بس المحطه جاي فيها الناس، لا لما اتمشى كل هيدا الشيء، خصوصا انه شوي تعباني يعني وضهري عم بيوجعني، فقلت اجي اقعد هون. بلس بهالوقت المترو بيكون تكنيكلي فاضي، هلا بنشوف مع بعض. هاي وصل. تكنيكلي فاضي، كتير فاضي. الأبواب تغلق. دوز. هيا وصلنا على محطة ابن بطوطة. خلصت الحقان وهلأ راح أروح على البيت. على السريع، هيدي اسمها The Italian Salad، يعني الخسات بكل أنواعها. هيدي بتيجي مغسولة، طلعوا washed and ready to use، اوريدي غسلينها وجاهزة للاستعمال. This is more than enough. الثاني ما حدا ينصدم، strawberries. الفراولة is tart، مش دايما بتكون كتير very sweet، حتى لما بتكون extremely sweet فيها الشقفة ولا الناحية الحامضة، وهذه اللي بيعطي again texture للسالاد. رح زيد عليهم، هيدا رح قصها هيك مكعبات من الايمونتال تشيز، جبنة الايمونتال. فيكم تستخدموا فتة اذا بتكون حبية sun-dried tomatoes، وراء ريحان أنا بشتريهم هيك، قلتوا فيهم ريحان بيزل وبعثوا على حسب شو بتنطقوها، بس هيك وراء رحت شوية جوز. إذا بدكم بيستاشيو ولا فستق فيكم تنزلوه، لأنه ما بحب البيستاشيو. ملح وبهار على اساس عندي بلزميك ابيض، وين هالقنينه الله اعلم. فراح استخدم البلزميك الاسود لانه ما بدنا اللون يتغير فيها، ما بدنا ياثر علي اللون الاسود. ف بالعادي انا عم بشتري لها دائما لهيدي السلطه البلزميك الابيض. شويه زيت زيتون ولا ذا ترافلد وانز طيبة أكثر، بس زيت الزيتون العادي بيمشي حاله. آخر لمسة The edible flowers، هيدول ورود بيتاكلوا بنبغى بالسوبر ماركت، جاهزين. Awesome. This is awesomeness.
على فكرة طعمتهم is green، يعني مثل طعمة ال يعني it's green، خضراء يعني خضراء. بالنسبة للتشيا، لأنه ما سجلت الصوت، حطيت ملعقتين كبار بكل كباية، يعني بعمل اثنين اثنين، وراح أحط عليهم نص كباية مثل ما عملت البودين من كام يوم، نص كباية حليب. هون أنا استخدمت حليب جوز الهند اللي بيجي بالعلبة بالكان، يعني مش الكبير مكتوب عليه كريم، بس هو حليب جوز الهند، بس أي حليب فيكم تستخدمه. هيدي الباودر تبع البامبكن باي أنا بعملها، فيها قرفة وزنجبيل وزوج الطيب الفور سبايسز والقرنفل، نزلت بس نتوفي صغيري. بعد هيك راح ازيد عليهم اللوتس سبريد، هيدا مثل البيسكوي بس انه بيندهن دهن مثل ما بتشوفوا، عامل مثل الزبده، نزلت بس شوي. ريحته طعمته كانه بهارات، كانه جينجر بريد، كثير طيبه. حككتهم كلياتهم، غطيتهم ببلاستيك راب ونزلتهم بالبراد. شفتوا كيف بيصيروا بودين. بعد هيك اخذت الجريك يوغرت، ولا اليوغرت ولا الزبد اليوناني، حسيت عليهم هدول البامبكن باي سبايسز بس نتوه في صغيري. حزيد عليهم هيدا اختياري، ما عندكم بالي بس عم بقلكم شو عم بعمل. هيدا بالبان دي بيس ولا جينجر بريد سبايسد، جينجر بريد ريحته وطعمته طيبة جدا، وموجود بالسوبر ماركت. او ماي جاد ات سميلز لايك هيفن. عم خففه بشوية حليب. وحدة رح خليها بلا ولا شيء، والثانية رح استخدم فيها بيسكتس ولا اللوتس. رح كسر بيسكوي فوق. That's it. أنا ما فيني أكل اثنين فرد مرة، فهيدي لوقت ما بدي اكلها رح نزل فيها البيسكوي ولا اللوتس. المي سباكلينج كان هاد مش ستيل، يعني اللي بيكون فيه مياه غازية. نقص فيهم شوية فراولة، حبة ورق نعناع. غيرت رأيي، بدي هيدي القنينة. كراميل ماكياتو، بدكم تستخدموا كراميل سيروب فيكم، فيكم تستخدموا ولا بدكم تستخدموا الشوكولات سيروب فيكم، اذا بدكم تكونوا ليتل بيت جريدي اثنيناتهم فيكم كمان. راحت شوي من تحت الكراميل، شوي من الشوكولات صوص. راح استخدم الاروتشينو 3 الميلك فروتر اللي اشتريتها من كم شهر من عند نسبريسو. على فكره هيدي يا صبايا بتعمل، انه في كذا صبيه قالت لي اوعك تستخدمي فيها غير الحليب الحيواني، وهيدي المعلومه غلط. اي حليب بدكم اياه يكون هيك فيكم تستخدمه، يعني مش باودر، يكون سائل. استخدمته انا مع الالمند، مع الكوكونات، مع الالمند ثلاث اربع انواع كلياتهم اشتغلوا، حتى مع الكوكونات الكان اشتغلت like a dream. وهلا رح نستخدم الحليب اللوز. بالعادة بتنقفل، بس انا بدي اياكم تشوفوا كيف بيصير. وطبعا فيكم تستخدموا اي اداة لتعملوا رغوة للميلك، مثلا هاي، بس انا هيدي تبع الصابون، بس طبعا هي بالاساس تبع الميلك والقهوة. فيكم تستخدموا هيدي الخفاقة كمان للحليب ليعملوا رغوة يلي بدكم اياه. راح اضيف عليها النسبريسو كافي. انا هون على الستوف، هيدي المقلاية عم تحمى عم تسخن، راح اعمل فيها المشروم، وهيدي بعدها مطفية ما فيها شيء البان.
بس مغسولة، فاللي راح اعمله شوية زيت تحمى حميت المشروم يلي بدكم اياه. بس انا هون راح استخدم اسمه ذا اويستر مشروم، عملت الاويستر راح اسمه هيك بالطول. يلا هيدا هو البريوش، فيكم تنزلوا توست بس البريوش از مور ميلكي، فاللي ضل هون رح يتشربوا نوعا ما بالتوست. بدكم تنزلوها بالتوستر ديفنتلي شي بيرجع لكم. رح نفتح عليها على ميديوم وبنضلنا بنحكيك. التحقيق المستمر ما ينحرق البيض. هلا بس ببلش يمسك حاله وراح ازيد عليه شويه زبده. نرجع نرفعه. هذا بيسمى the tempering with the eggs، يعني نلعب بدرجة الحرارة. نرجع آخر مرحلة كريم فريش القشطة الطاقية. It makes it so creamy. هو بيجنن. البيض مطبوخ يات اتس فلافي وكريمي مش منشف وما بيتاكل. حطيت الخبز فوق المشروم، نزلت شويه مشروم على جنب هيك على طول، وهلا راح احط عليهم ولفوقيهم ماي ايج. اخر لمسات فلفل ملح نفس هيدا الزيت اللي بالترافل. مش معقول ما الريحه بيعطيه، بس نتو في كتير صغيره نقاط وجنبها راحت chips، وإنما مش normal chips، something a little bit healthy. عدي في carrots و sweet potatoes و purple sweet potatoes و pumpkin chips، يعني بالألوان. بعتذر عن الإضاءة ما عم بفهم شو صاير لها. فهيدا هو التوست مع الأويستر مشروم ولا مع المشروم، وطلعوا قدي هيدي ال scrambled eggs. هيدول طلع قدي juicy and creamy ومنه ناشف ابدا وبيعقد ويجنن. وهون السلاد بالخس والفراوله وشويه ايمونتال تشيز، مثل ما قلت فيكم تنزلوا فيها فتا، بالايديبل فلاورز، بالسان درايد توماتوز ولا البندوره المجففه، بشويه جوز. هيدا بنسمى جوز تصور. هون عندنا التشيا باللوتس مع اليوغورت بالجينجر بريد، طعمته وريحته بتجنن. وطبعا باللوتس بسكتس فوق كراميل ماكياتو ولا لاتيه بالشوكولا وبالكراميل. هاي اول طبقه، في ثاني طبقه، في طبقتين متكونين، هدول غمضوا عيونكم عليهم. في اخر طبقه تبع الكافي ولا النسبريسو، وطبعا الفوم من فوق رشه الكاكاو. هون المي المعطره اللي عملتها بس بشوية نعناع لورق النعناع مع ستروبريز، والمي معدنية يعني هاي في البيريه والسان بيليغرينو. في 5000 ولا مش 5000، اني اخذ 4-5 انواع من السباركلينج ووتر. وذاتس اباوت ات. يا رب يكون عجبكم الفيديو. مثل ما عم بتشوفوا الفطور سيمبليات لما بنشتغل عليه شوي بحب ومحبة بيطلع حلو، ما بيشي ابدا، ومنا بحاجه للحمه ولا للدجاج ولا للسمك ولا اي نوع من البروتين، لانه هدول كلياتهم بروتينات وبيجننوا.
فإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك، تشتركوا بالقناة ونشوفكم فيديو جديد. Thanks a lot for watching. Bye bye.